امبارح الفيديو اللي انا وياك سويناه هواي انعجبوا به هواي ناس وحبوه كل شوي، لذلك اليوم راح نعيده بشكل بروفيشنال اكثر حتى يستفادون من عنده الناس. اليوم اريد تراوينا شلون نقدر نغسل ايدينا بالطريقه الصحيحه حتى نتخلص من جميع الميكروبات والفيروسات، مو فقط فيروس كورونا. شلون نغسل ايدينا ونعقمها بالطريقه الصحيحه بغسل اليدين. راوينا فطومه شلون نغسل ايدينا. اوكي برافو. ناخذ الصابونه نسدها، نحط مي طبعا ونسوي رغوه. برافو برافو فطومه. هسه نغسل ايدينا من الداخل. طبعا هاي العمليه تحتاج 20 إلى 30 ثانية. نغسل ايدينا من باطن اليد 5 ثواني ومن ظاهر اليد 5 ثواني بالطريقة اللي تراوك اياهم فطومة، وايضا داخل الاصابع احسنتي فاطمة، بين الاصابع، الاظافر مهم جدا نغسلها بهاي الطريقة، الاظافر بهاي الطريقة، والابهام احسنتي فاطمة، الابهام الثاني. برافو فاطمة. المدة 20 إلى 30 ثانية، وبعدين نغسل ايدينا بالماء بطريقة جيدة، وانهينا هاي الغسل الصحيح للكبار وللصغار، وطبعا اكيد لازم ننشف ايدينا. ثانك يو فطومة، شكرا.